السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معانا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم المسائي استديو الفجيرة. هذا البرنامج اليومي الحواري الذي نسعد فيه بلقائكم على مدار ساعة، أنا وزميلي المتميز والمتألق علي اليماحي. مساك الله بالخير يا علي. الله يمسيك بالنور والسرور زينب، يعطيك العافية. أكيد نعم، ونمسي على مشاهدينا الأعزاء أينما كانوا. مساء جميل تحفه أجواء المحبة والتوفيق بإذن الله، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم استديو الفجيرة. هذا البرنامج الذي نسلط الضوء من خلاله على أهم المجريات في إمارة الفجيرة الحبيبة وما حولها. بالفعل علي، وأيضا مشاهدينا كالعادة راح نبتدي فقراتنا لهذه الليلة مع أخبار دار السعادة، وبعدها بنروح معاكم لفقرة ترند في دار السعادة، نلقي الضوء على أهم الترندات المتداولة عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، ومن عقبها نروح وياكم لفقرة حديث الفجيرة نسلط فيها الضوء على ورشة التوعية السيبرانية لفئة الأسر والعائلات، والتي جاءت بالتعاون ما بين مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق ووزارة الصحة ووقاية المجتمع. وفي فقرة يا مرحبا بالضيف نستقبل معاكم شاعر من المملكة العربية السعودية الشقيقة، نتعرف ويا أكثر على مسيرته وإنجازاته الشعرية. صحيح زينب، مشاهدينا سنكون دائما في انتظار تفاعلاتكم واقتراحاتكم في مواضيعنا المختلفة وفقراتنا المتنوعة، وذلك عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون الفجيرة وعلى هاشتاغ استديو الفجيرة. ولكن الحين خلونا نتعرف وياكم على آخر المستجدات في فقرة دار السعادة. استقبل نادي الفجيرة العلمي صباح اليوم وفدا من الشرطة المجتمعية بإمارة الفجيرة، وذلك لتعزيز سبل التعاون في مجال نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية في المجتمع. صحيح زينب، وناقش الوفد كيفية التعاون المشترك في نشر الوعي وتعزيز الثقافة العلمية الإيجابية ضمن ضوابط تحفظ الشباب والأجيال القادمة من المخاطر الإلكترونية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ينضم إلينا وعبر الهاتف مباشرة سعادة الدكتور سيف المعيلي، وهو رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي. أهلا وسهلا فيك دكتور. مساكم الله بالخير أستاذ علي أستاذ زينب، كيف الحال؟ الله يسلمك. الحمد لله، الله يسلمك. يا مرحبا بك. طبعا في البداية نبغي نتعرف وياك على تفاصيل زيارة وفد من الشرطة المجتمعية في إمارة الفجيرة لنادي الفجيرة العلمي. حقيقة جاءت زيارة وفد الشرطة المجتمعية من القيادة العامة لشرطة الفجيرة من منطلق التعاون والشراكات بين النادي والجهات الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية. لما يخدم التطور العلمي والتكنولوجي وأيضا التوعية والإرشاد بما يختص بهذا الجانب من العلوم. وحقيقة يعني كانت زيارة فاعلة وإيجابية جدا من طرف القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة في الشرطة المجتمعية بزيارة عدد من الضباط والأفراد إلى النادي والاطلاع على أنشطة النادي والورش الخاصة بالأنشطة العلمية في النادي. رائع. بالتالي دكتور سيف، أيضا لو نتحدث عن أبرز الأنشطة والفعاليات اللي تم طرحها لزيادة الوعي الإلكتروني ما بين الشباب. احنا طبعا ناقشنا مع الوفد الزائر عدد من المواضيع حقيقة، وكانت كان المطروح أو اللي جاهز حاليا عندنا هو النشاط المخيم الصيفي العلمي اللي سيقام إن شاء الله في بداية شهر يوليو القادم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. وطبعا هذا المخيم يحتوي على كثير من الأنشطة العلمية للأطفال وللشباب ورواد النادي والأعضاء المنتسبين لنادي الفجيرة العلمي. فتطرقنا إلى طرح عدد من الورشات التثقيفية بالنسبة ل التكنولوجيا وأمن المعلومات ومثيلاتها من المواضيع التي تتعلق بالأمور. يعطيكم العافية. يعني دكتور مش غريبة عليكم دائما تطرحون هذه الأنشطة وهذه المعسكرات الخاصة بالشباب الخاصة بالطلبة والطالبات في فصل الصيف. صحيح. نعم. صحيح.
نعم. احنا طبعا كل سنه الحمد لله يعني الحمد لله نمثل النادي مخيمين، واحد صيفي صحيح. واحد شتوي في هذا المجال. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه اكيد. دكتور، بعد هذا اللقاء كيف ترى اهميه حقيقه تعزيز التعاون بين الجهات العلميه والامنيه؟ والله هناك ضروره قصوى، وخصوصا في هذه الايام، والكل نسمع عن هذه الاختراقات وهذه الافعال الدنيا اللي يتسبب فيها المتطفلون من الاشخاص السلبيين يعني. وهذه الدورات وهذه الندوات والمحاضرات التثقيفيه المجتمعيه طبعا تكون بمثابه توعية وإرشاد لمستخدمي التكنولوجيا والأجهزة. واليوم لا نجد أن لا تخلو يد أي طفل يعني أو شاب من هذه الأجهزة. نعم. فالتوعية في هذا الجانب ضرورة ملحة جدا. نعم صحيح. طيب دكتور، ما هي الخطوات المتوقع اتخاذها بعد هذا اللقاء التوعوي والمجتمعي وأيضا الأمني الخاص بالشباب؟ والله أنا نسعى طبعا دائما إلى طرح كل ما هو جديد أو يطرح على الساحة الدولية في مجال التكنولوجيا والتطور العلمي. فكل ما تطور العلم تطورت أيضا الوسائل السلبية للاختراق وما شابه ذلك. وإحنا نعمل طبعا كتفا إلى كتف أو يدا بيد مع الجهات الأمنية للتصدي لهذه الظواهر. ودورنا هنا هو التوعية والإرشاد حتى يعني يتلافى الكثير من شبابنا الوقوع في مثل هذه الأمور اللي ممكن أن تسيء لهم وتجرهم إلى يعني أمور خاطئة. صحيح. يعني شاكري لكم أكيد دكتور سيف على هذه الجهود المبذولة بنشر التوعية ما بين الشباب بما يخص الجرائم الإلكترونية وأيضا بما يخص المجتمع، وأمنه كل الشكر لك سعادة دكتور سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي. شكرا دكتور، يعطيك العافية. شكرا لكم لتلفزيون الفجيرة، وتلفزيون الفجيرة له دور كبير أيضا في نشر التوعية بهذه الأمور. تسلم دكتور. شكرا. الله يحفظك. حياك الله دكتور. حياك الله. الله يحفظك يا مرحبا بك. نعم مشاهدينا الكرام، وتحت عنوان المرأة صانعة التغيير شهدت مكتبة الفجيرة الرقمية انعقاد ندوة اجتماعية، وذلك احتفاء بالدور الرائد للمرأة في صناعة التغيير وتعزيز القيم المجتمعية وإبراز أهميتها في بناء المجتمع. نعم مشاهدينا، وجاءت هذه الندوة بتنظيم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وأيضا بالتعاون مع مكتبة الفجيرة الرقمية. تفاصيل أكثر عن هذه الندوة نشاهدها معاكم في التقرير التالي. اليوم نظمنا المنتدى المرأة صانعة التغيير في المكتبة الرقمية. هدفنا من هذا المنتدى استضافة شخصيات لها طابع مميز في خدمة الوطن. كانت باستضافتنا الدكتورة مريم الشناصي، وذكرت تجربتها الفريدة من خلال تعلمها خارج الدولة وخدمتها لدولة الإمارات من خلال التعليم. طبعا شخصية مميزة متعددة المواهب، وذكرت أمور كثيرة في مواهب متعددة كانت سبب في تغيير حياتها. الشخصية الثانية الأستاذة شريفة مبارك، سيدة أعمال، ذكرت تجربتها وتكريمها كشخصية ملهمة، وذكرت تجربتها من خلال رائدة الأعمال الإماراتية الأردنية، كانت تدير الحوار المستشارة القانونية موزة مسعود المطروشي. كان المنتدى رائع، الحضور كان بين المرأة والرجل، والاختلاف في الرأي من هو داعم للمرأة ومن هو داعم للرجل، ووصلنا إلى نتيجة نهائية أن الشخص تدعمه البيئة المحيطة سواء رجل أو امرأة، والشخص هو المسؤول عن تغيير نفسه.
الندوة النهاردة كانت عن أو بعنوان المرأة صناعة التغيير، وفي الحقيقة الندوة كانت مفيدة جداً ورجعتنا لزمن طويل لما بدأت المرأة تصنع التغيير من بداية أصلاً التاريخ، يعني في العصور كلها الفرعونية والعصر البطلمي والعصر بداية الإسلام وانتشاره والغزوات، ولحد دلوقتي لما بقت المرأة أستاذة في الجامعة وبقت مربية عظيمة في بيتها وبقت تشتغل في النيابة وفي القضاء، حتى كونها بدأت تحارب في سوق العمل مع الناس اللي اعتدنا ان سوق العمل والبزنس خاص بسوق الرجال. كمان عايز احكي على حاجة مهمة، احنا عندنا في جامعة الفجيرة في دبلوم في العلوم الأسرية، الدبلوم ده بيخلي الخريج بتاعه وعنده وعي شوية بنفسه، بيدرس فيه تخصص في الإدارة، بيدرس فيه في الإرشاد والوعي بنفسه واستبصار بسلوكياته، بيعرف فيه حقوقه وحقوق المجتمع اللي عليه. فبحس ان الدبلوم ده شويه بيهم الست اكتر من الذكر اكتر من الولد، بحس ان الدراسه فيه بتخدم السيدات على انها تقدر تصنع تغيير في نفسها علشان تقدر تعمل تغيير في المجتمع بعد كده. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون ملتقاها إنارات الثالث تحت عنوان صحة وسعادة، والذي نظمته الجمعية افتراضيا بمشاركة عدد من الجهات والمختصين والخبراء في مجال الرعاية الصحية والتغذية. نعم علي، وأيضا مشاهدينا الحديث أكثر عن هذا الملتقى الافتراضي خنرحب معكم عبر الهاتف مباشرة بالأستاذة سلمى كنعان المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لمتلازمة داون. مساك الله بالخير أستاذة. مساء السرور وحياكم الله جميعا. بداية أشكركم على الاستضافة الكريمة. العفو. أستاذة سلمى، بداية حدثينا أكثر عن تفاصيل ملتقى إنارات الافتراضي وعن أيضا أبرز المواضيع التي تم التطرق إليها في هذا الملتقى. نعم، اخترنا موضوع ملتقى إنارات الافتراضي الثالث عن الصحة لأن تدرون الصحة من أهم الأولويات. صحيح. ولأن ذوي متلازمة داون عندهم تحديات نمائية وصحية، ومن أهم هاي التحديات السمنة اللي دائما بتشكل خطورة أكثر على ذوي متلازمة داون من غيرهم، لأن عندهم اضطرابات جينية، عندهم ضعف في العضلات والحركة، عندهم تغيرات هرمونية، بالتالي هم أكثر عرضة للمضاعفات الصحية المرتبطة بالسمنة مثل أمراض القلب وضغط الدم والسكري، فهم أكثر عرضة. في الملتقى تحدثنا عن التحديات التغذوية المرتبطة بمتلازمة داون، تكلمنا عن السمنة وعلاقتها بالأمراض غير المعدية، أيضا تم الحديث عن الغذاء المختار، تكوين السلوك الغذائي ونمط الحياة الصحي، بالإضافة إلى تطورات العلاج التغذوي لذوي متلازمة داون. دائما بيكون في كل ملتقى عندنا لفتة بتميزة عن غيرها. هالمرة ذوي متلازمة داون أنفسهم حضروا وصفات صحية، وهم طلبة أكاديمية الإمارات لمتلازمة داون للضيافة، اللي هو أحد أهم المشاريع المستدامة في الجمعية. فهم حضروا الوصفات الصحية اللي انعرضت في الملتقى. نعم. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية أكيد. الله يعافيكم. أستاذة سلمى، كيف عمل ملتقى إنارات على تذليل بعض التحديات التي تواجه أصحاب الهمم؟ نعم، نحن دوم نحرص في الجمعية على دعم الأسر وتلبية رغباتهم. نعم. لأن أحد أهم التوجهات الاستراتيجية دعم الأسر. الملتقى كان ثري جدا بالمعلومات، لأن قدم نخبة من المستشارات المختصات في المجال من اللي عندهم خبرات طويلة وباع طويل في المجال. بعد كان في تنوع بالمواضيع، طرقنا لمشاكل صحية، كل المشاكل الصحية المرتبطة بمتلازمة داون بشكل تفصيلي، السمنة عند البالغين، بعد ناقشنا نظام الغذاء والحميات والاتجاهات السلوكية. اللي ميز الملتقى بعد أنه كان تفاعل قوي في جلسة المناقشة، لأن تمت الإجابة على كل الأسئلة المطروحة من المشاركين، كل سؤال تمت الإجابة عليه، فهذا يعني أعطى المشاركين فرصة أنهم يأخذوا إجابات على أسئلتهم، وبالتالي أي تحديات تواجههم يعني يواجهوها بشكل علمي وتخصصي.
صحيح، يعني ما شاء الله أستاذة سلمى قمتم بطرح العديد من المواضيع وأيضا القضايا الصحية وغيرها الخاصة بمتلازمة داون. لو نتحدث، هذا الملتقى كان افتراضي أستاذة، لماذا اختارت الجمعية بالذات أن تكون هذه النسخة افتراضية وليست حضورية؟ والله حتى نعطي الفرصة، الهدف كان إتاحة الفرصة للجميع للاستفادة حتى نوصل لأكبر عدد ممكن من الأسر والمختصين والعاملين مع ذوي متلازمة داون. طبعا لاحظنا أن لما يكون افتراضي يعني بيكون في حضور أكبر، صحيح، أسهل يكون على مستوى دول، أسهل وأسلس، وكان على مستوى دول الخليج والوطن العربي، وشارك في الملتقى 255 مشارك من 18 دولة و27 جنسية. فهذا يعني دائما يعني تدرون دائما كل ما يعني كان الحدث عالمي بيكون أثر أكبر. نعم، يتيح الفرصة لكم أستاذة ما شاء الله أنكم تستقبلون هذا العدد الكبير من عدة دول أيضا، ليس فقط من داخل الدولة. صحيح، يعطيكم العافية. داخل الدولة وخارجها، وحتى في الحضور كان في عنا من بعض الدول الأوروبية ما شاء الله. يعني عرب. نعم ما شاء الله عليكم، يعطيكم العافية الأستاذة سلمى، أكيد على هذه الجهود الكبيرة حقيقة والتي تقدمونها لهذه الفئة العزيزة علينا وغالية علينا أصحاب الهمم، والشكر أيضا موصول للقائمين على تنظيم هذا الملتقى. كنت معنا الأستاذة سلمى كنعان، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لمتلازمة داون. شكرا جزيلا لك سيدتي الفاضلة على هذه المداخلة. يعطيك العافية. شكرا لكم. بحب أنا أنوه أن الملتقى موجود على الموقع، حيكون مسجل كامل على الموقع الإلكتروني وعلى قناة اليوتيوب حتى نتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الناس أنهم للمشاهدة. نعم. للمشاهدة. شكرا على التوضيح. شكرا على التوضيح. يعطيك العافية أستاذة. الله يحفظك. الله يعافيكم. مشكورين. الله يحفظك. العفو. مع السلامة. مشاهدينا، وإلى مدينة خورفكان حيث عقد المجلس البلدي لمدينة خورفكان اليوم مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان خورفكان للمانجو السنوي والذي تنطلق فعالياته خلال يونيو الجاري. صحيح زينب، احنا نتمنى هنا في استوديو الفجيرة أن تأتينا سلة مانجو من هناك. مشاهدينا الكرام، تفاصيل أكثر حقيقة عن هذا المؤتمر الصحفي نشاهدها معكم من خلال التقرير التالي، فلنتابع. شرفنا هذا اليوم بإطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان المانجو لمدينة خورفكان الثالث، وذلك هذا المهرجان إن شاء الله سينطلق بتاريخ 28/6/29/30 بإذن الله في مركز إكسبو بمدينة خورفكان، وذلك بدعم ورعاية من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. هذا المهرجان إن شاء الله هذا العام سيكون مميز أيضا عن المهرجانات الأخرى، وذلك لما سيحتويه إن شاء الله من أعداد وأصناف عديدة جدا من شجرة المانجو التي تزرع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك يعني حقيقة عدد المزارعين أيضا سيتضاعف إن شاء الله، وبوجود الأسر أيضا المنتجة، وسيكون إن شاء الله هناك برامج مصاحبة لهذا المهرجان، برامج للأطفال وبرامج للأسر المنتجة وبرامج أيضا للفاكهة نفسها، مثلا أجمل سلة فاكهة إن شاء الله، وجوائز إن شاء الله للأطفال وللمتسابقين اللي موجودين إن شاء الله في المهرجان. فنحن نرحب بالجميع على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى الوطن العربي، حياهم الله لزيارة هذا المهرجان والاستمتاع بهذه الفاكهة المحببة لدى الجميع بإذن الله. المؤتمر الصحفي هذا للإعلان عن بدء أو موعد بدء هذا المهرجان. طبعا المهرجان بيكون إن شاء الله تاريخ 28 نهاية هذا الشهر. المهرجان مستمر 3 أيام، 28/29/30. إحنا من مسمى مهرجان للمانجو، لكن ما يمنع أن يكون هذا المزارع أو هناك ثمار مصاحبة للمانجو، أي أنواع الثمار التي تزرع محليا، المهم أنها تخدم المهرجان وتخدم التنوع في هذا المهرجان. طبعا أنا كمتسوق ممكن أني يا للمهرجان للمانجو، لكن ما يمنع أن يكون عندي أصناف أخرى للمشترى. يعني إحنا يمكن في كل سنة ولله الحمد عدد المشاركين، عدد الأصناف، التنوع يزيد. عندنا السنة هذه عندنا نية إن شاء الله نستقطب أكثر من 25 مزارع، مجموعة كبيرة من الأسر المنتجة،
عدد الأصناف يزيد. السنة الماضية كان 132 صنف همبة أو مانجو، السنة هذه إن شاء الله إن شاء الله العدد بيزيد عن 150 أو قرابة 150 صنف. المهرجان هذا متنوع طبعا، يخدم الجميع وخاصة المزارع. المزارع إن شاء الله بيكون غير المنتجات، بيكون هناك شركات تخدم الزراعة والمزارعين، أسمدة، ري حديث، مبيدات حشرية، حتى الزراعة المنزلية ممكن يكون لها دور أيضا في هذا المهرجان، حفر الآبار، كل الخدمات التي من الممكن أن تخدم المزارع، بالإضافة إلى وجود مهندسين مختصين لخدمة المزارع اللي عنده أسئلة، عنده استفسارات، عنده مشكلة في الزراعة، ممكن أن يسألهم مباشرة ويحصل الحلول إن شاء الله اللي ترضي. مثل ما قلت احنا نبغي نرضي الجميع، ففي مسابقات خاصة بالمزارعين، مسابقات خاصة بربات البيوت من المنازل وخاصة بالنساء على فكرة هذه المسابقة، وفي مسابقة أيضا خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى المسابقات اليومية اللي بتكون على خشبة المسرح. في فعاليات أخرى إن شاء الله اللي بيحضر بيشوف هذه الفعاليات في المهرجان. مشاهدينا، في إطار التزام اتحاد الإمارات للخماسي الحديث بتطوير جميع رياضات الخماسي الحديث ورفع أيضا مستوى المنافسة بما يسهم في تحقيق التميز الرياضي ورفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المحافل الرياضية الدولية، عقد اتحاد الإمارات للخماسي الحديث اجتماعا مع نادي أبوظبي للمبارزة، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك وأيضا تبادل الخبرات. صحيح زينب، تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام عن هذا الموضوع مع ضيفتنا عبر الهاتف مباشرة الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث. أهلا وسهلا فيك دكتورة. استاذ الله بالخير دكتورة. أهلا وسهلا فيكم، كيف حالكم إن شاء الله بخير؟ الله يسلمك يا دكتورة، ويا مرحبا بك طبعا ويانا في استديو الفجيرة. دعينا في البداية نتعرف أكثر على أبرز ما تمت مناقشته في الاجتماع الذي جمع اتحاد الإمارات للخماسي الحديث مع نادي أبوظبي للمبارزة. أولا طبعا أنا أشكر تلفزيون الفجيرة على الاستضافة، وبعد من منبر تلفزيون الفجيرة الصراحة أشكر نادي أبوظبي للمبارزة لدعم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث. وطبعا أنتم تعرفون نادي أبوظبي للمبارزة هو شريك رئيسي، يكون لعبة المبارزة أساسا الألعاب الخمسة الموجودة في الخماسي للألعاب المركبة. صحيح. وطبعا نتائج الاجتماع احنا تكلمنا في أمور كثيرة، منها دعم النادي لتدريب فرق المنتخبات الوطنية للخماسي الحديث طبعا تحت إشراف الأجهزة الفنية بالنادي، ومثل ما تعرفون في فرق المبارزة موجودة عندهم ممكن يشاركون في البطولات يعني في البطولات اللي موجودة عندنا، سواء كانت بطولات محلية آسيوية حتى دولية. طبعا وايد مهم في الفترة القادمة أن نادي أبوظبي المبارزة يشاركنا في اختيار حتى الكوادر الفنية والحكام لدعم الاتحاد. طبعا أنا الملف هذا بالنسبة لي ملف وايد مهم، ملف تكوين فريق نسائي من في الاتحاد الخماسي، فأكيد إن شاء الله نادي أبوظبي المبارزة بيكون شريك مهم في تكوين هذا الفريق إن شاء الله. يعطيكم العافية دكتورة. أيضا لو نتحدث، هل هناك خطط خاصة بالنادي يعني راح تكون مشتركة ما بين الاتحاد الخماسي الحديث وأيضا ما بين نادي أبوظبي للمبارزة؟ والله كثير من الخطط احنا تكلمنا عنها طبعا، وأهم شيء احنا نبغى نستفيد من خبرتهم في المجال الفني والتقني، خاصة أن المجال المبارزة يعني مجال تعرفون أنه يعني لعبة أساسية عندنا في الخماسي، وهي لعبة تقريبا فيها الكثير من الفنيات، فوجودهم في الفترة القادمة إن شاء الله معانا قلبا وقالبا وايد بيساعدنا في تكوين اللجان الفنية والتقنية. نعم دكتورة هدى، برأيك كيف يمكن أن تساهم مثل هذه الاتفاقيات في نشر رياضة الخماسي الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوسيع أيضا قاعدة ممارسيها؟ أخوي كل الاتفاقيات اللي احنا تم توقيعها مع شركائنا أضافت الكثير حق الاتحاد صراحة، لأنها هي تعزز التعاون بين كل الاتحادات أو حتى المجالس الرياضية، ومنها أيضا يعني نحن كونهم هم شركاء في تطوير اللعبة هذا بيأسسنا حتى في المستقبل في تأسيس مراكز رياضية في المدارس التعليمية والجامعات، بالتنسيق طبعا مع الاتحاد الرياضي والجامعي لهم دور كبير حتى نقدر نوصل لأكبر شريحة من الممارسين ومحبي اللعبة.
نعم يعطيكم العافية وكل الأمنيات حقيقة بالتوفيق لكم هناك في اتحاد الإمارات للخماسي الحديث. كنت معنا الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث. شكرا جزيلا لك دكتورة على هذه المداخلة. يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية. شكرا. حياك الله. حياك الله. نعم مشاهدينا الكرام والآن ننتقل وياكم عشان نتعرف على تفاصيل فقرة ترند في دار السعادة. حياكم الله معنا مشاهدينا من جديد. أما عن تفاصيل أخبارنا في ترند في دار السعادة ومن الضحك ما قتل. في خبرنا الأول مشاهدينا رجل هندي يفقد الوعي بسبب دخوله في حالة هستيرية من الضحك، لم يستطع بالفعل أن يسيطر عليها أثناء مشاهدة برنامج كوميدي وتم نقله بالفعل إلى المستشفى ليتعافى بعد بضع دقائق من وصوله، وتم تشخيص حالته النادرة بأنها إغماء ناجم عن الضحك، وأيضا نصحه الأطباء بتجنب الضحك المفرط والقيام بالأنشطة البدنية. بالفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا هذا الخبر لكن بطرافة، وتنوعت التعليقات المضحكة على هذا المنشور، إذ علق هشام: حتى الضحك صعبتوا علينا ومحتاج بعض التمرينات، الضحك مفيد أكيد هشام لكن ما يكون بإفراط. أما محمد فقد علق: ضحكنا معاك. طيب فعلا ضحكنا معاك، وأكيد مشاهدين الضحك والابتسام أكيد مفيد لصحتنا. وفي خبرنا الثاني مشاهدينا ومن الضحك إلى عالم الملاعب الخضراء، حيث كشفت صحيفة آس الإسبانية عن راتب الذي سيتقاضاه النجم الفرنسي كيليان إمبابي في فريق ريال مدريد عقب إعلان انضمامه رسميا له، حيث سوف يحصل على راتب سنوي صافي قدره 15 مليون يورو وهو الأعلى أجرا في النادي، إضافة إلى بعض المزايا المالية أيضا الأخرى. طبعا التعليقات تنوعت ما بين اللي أكد استحقاق إمبابي لهذا الرقم، أما البعض الآخر فقد أكدوا على أن إمبابي لا يستحق هذا الرقم، وهناك آخرون قاموا بحساب الرقم فعلا على العملة المحلية كل حسب دولته، حيث كتب خلفان يعني راتبه الشهري 5 مليون درهم، ما شاء الله الله يزيد ويبارك. أما هاجر فقد علقت: اللي عنده عيال يدخلهم لكرة القدم. فعلا هاجر يعني هذا المجال أكيد فيه ربح كبير. أما في خبرنا الثالث والأخير مشاهدينا فعنوان الرسمي سوء الحظ، حيث تمكن زوجان من مقاطعة كوينز الأمريكية من سحب خزينة بداخلها 100 ألف دولار في قاع بحيرة أثناء الصيد بالمغناطيس، وألقى الزوجان الصيادان المغناطيس في الماء حيث شعرا حينها بشيء ثقيل بالفعل العلق به، وعندما قاموا بسحبه وجدا خزينة قديمة ليتمكنا من فتحها والعثور أيضا على النقود التي دمرتها المياه لسوء الحظ، على الرغم من أنها كانت ملفوفة بالبلاستيك. هذا الخبر أثار بالفعل تفاعل ما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت ريم على الخبر: يا فرحة ما تمت. فعلا يا ريم يا فرحة ما تمت. كما علق محمد: اللي ما لحظ لا يتعب ولا يشقى. مشاهدينا كانت هذه أخبارنا في فقرة ترند في دار السعادة، وانتم بعد تقدروا تقترحون المواضيع اللي ترغبون بطرحها وأيضا مشاهدتها في هذه الفقرة على هاشتاغ استديو الفجيرة عبر كافة مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي تابع التلفزيون الفجيرة. يعطيك العافية زينب على هذه الأخبار. نعم مشاهدينا فاصل قصير وسنعود إليكم، انتظرونا. حياكم الله معنا مشاهدينا من جديد، وما زلنا مكملين وياكم فقراتنا المنوعة في برنامجكم المساء استديو الفجيرة، والحين بنروح معاكم لفقرة يا مرحبا بالضيف. نعم مشاهدينا ضيفنا لليوم قامة شعرية كبيرة، عشق الشعر منذ الصغر، بدأ بكتابة الأبيات الشعرية وإلقائها بعمر 15 سنة، حيث أنه ولد بين أحضان عائلة متذوقة للشعر ومحبة له. فعلا مشاهدينا شاعرنا اليوم سعودي الأصل للعديد من المشاركات وأيضا الأمسيات الشعرية، دعنا نتعرف عليه أكثر في فقرة يا مرحبا بالضيف على ضيفنا الشاعر السعودي المتميز سلمان البقيلي وعلى أبرز إنجازاته الشعرية والأدبية، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. مالك ومال مضيعين المقادير، ولا ترتجي برقني لوح بسماها،
لو عشت في دار خلاها وحش الطير أخير من شوف الضعوف ونباها. أخير من شوف الضعوف. الشاعر سلمان البقيلي شاعر سعودي ولد في عام 1984، يتميز بكونه شاعر كما يتمتع بصوت شجي يلامس القلوب. لدى الشاعر سلمان خبرة واسعة في مجال المحاورة والشعر، حيث شارك في العديد من المنافسات والأمسيات الشعرية، بالإضافة إلى مشاركته في لقاءات تلفزيونية متعددة. ينتمي سلمان لبيت شعر معروف في قبيلة بني سليمة، حيث ورث الشعر عن أجداده وآبائه، وقد بدأ في كتابة الشعر منذ صغر سنه. كتب أول قصيدة له عندما كان في سن 15. بالرغم من شغفه بالشعر ومشاركته الفعالة في المجال الأدبي، إلا أن سلمان يعمل كأخصائي في مجال الصحة بمكة المكرمة، حيث يقدم خدماته بتفان وإخلاص. يعتبر سلمان البقيلي من الشعراء الذين يحملون إرثا أدبيا عريقا، ويواصل تأليف قصائده التي تتغنى بالجمال والأصالة الشعرية. نعم مشاهدينا الكرام، مرحبوا معنا في الاستديو بالشاعر سلمان البقيلي. اهلا وسهلا فيك يا شاعرنا. الله يسعدك بالخير. الله يمسيكم بالنور، وتشرفنا في هذا اليوم باستضافتكم الكريمه في قناه الفجيره. الله يسلمك. وتلفزيونها، وهذا شرف لنا في تحت هذه الفرصه. الله يسلمك. الله يسلمك يا شاعر. في البدايه اكيد السؤال التقليدي لكل شاعر امانه، البدايات. نعم. متى كانت بدايه الشاعر سلمان؟ تقريبا في البدايه لكتابه الشعر في قصائد النظم في سن 15 او 14 تقريبا. ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. يعني بديت من عمر مبكر. اي نعم. لانه الوالد شاعر ومن بيت شعر، تأثرت في الوالد وفي والأجداد قبلهم كلنا يعني مشهورين معروفين بالشعر، العائلة معروفة بالشعر. ما شاء الله وراثة. أي نعم. أي نعم. هذا كان هو الشيء الداعم لي اللي وصلني من البداية لأني أكتب الشعر وأسمع الشعر وأحفظه. حلو، وإنك تكمل. طيب خلينا نكمل هذا اللقاء الجميل ونبتدي فيه معاك أيضا، وهذه الأمسية الرائعة معاك، ونسمع منك شعر. طيب شو بتسمعنا؟ مبدئيا بسمعكم أبيات. طبعا أنتم أهل الكرم وأهل الجود وأهل الضيافة الطيبة وحسن الاستقبال. تسلم. يقول: يا دار زايد يا ديار السلاطين، يا ديرة رجال الكرم والكرامة، في ظل قادتها الدهاها الميامين، بالعز تشمخ والوفاء والشهامة، فيها الشيوخ اللي تحفظ القوانين، للطيب فيها والمراجل علامة، وتبقى الفجيرة ماضي الوقت والحين، في ظل رجال الكرم والزعامة، حمد رع الوقفات في العسر واللين، شيخ على الطالات عالي مقامه، والله يديمه ذخر للعز والدين، ويمناه غيث مثل غيث الغمامة. ويا دار زايد يا ديار السلاطين، يا ديرة رجال الكرم والشهامة. صح الله لسانك الشاعر، ما قصرت على هذه الأبيات الجزلة والعدلة والجميلة. الله يسعدك. أمانة يعطيك العافية. الله يعافيك. تكلمنا قبل شوي وانت طرقت لي أن الشعر في حياتك كان موروث، خلنا نقول عائلي. نعم. فلو رجعنا لهذه النقطة وروح للجد والأب. نعم. اللي من خلالهم طبعا انت تعلمت اصول الشعر وقواعده الاساسيه، كلمنا شوي وعطنا تفاصيل هذا الجانب اكثر شعر. هي طبعا الانسان ابن بيئته. صحيح. فمن الصغر تسمع اللي حولك مهتمين في الشعر ومهتمين في ويقولون الشعر، تحفظ قصايدهم وتسمع منهم، فأكيد أنك في المستقبل أكيد أنه يصنعونك شاعر، حتى لو في المستقبل لو قلت أنك
يا طول العمر ما راح تكتب بيت ما راح، لكن سبحان الله هي والموهبة تدعمها الوراثة إذا كانت صحيح. وراثة أيوة صحيح. نعم فيصير شاعر الوراثة والموهبة إذا دعمت الموهبة فيصير عندي يعني شيء أكبر من غيره في مجال الشعر. صحيح نفس ما ذكرت يعني سلمان إلى جانب الموهبة وأيضا القدرة الشعرية القدرة نعم. على الكتابة والإبداع أيضا الدعم والتحفيز من الأهل. صحيح. لو نتحدث عن حبك لنوع من أنواع الشعر شعر الردية. الردية نعم. إيه؟ حدثنا عن هذا النوع من أنواع الشعر وليش مختارة بالذات أو ليش يعني تميل له بالذات. فيه المنطقة عندنا طبعا في اللي مكة وجدة والطائف وأغلب المناطق في الحجاز عندنا يهتمون بشعر المحاورة الردية تسمونها الردية أنتم، فهو المشهور عندهم والنظم شعراء المنطقة هذه مقلين فيه، لكن الأكثر شيء اللي هو في المناسبات في جميع الاحتفالات دائما يكون موجود على الطاولة يكون هذا النوع من الشعر نوع شعر الردية، فهذا السبب اللي يخليك أن أنت تتجه لهذا الموروث الشعبي اللي هو المحاورة. فمن بدايتنا يعني أكثر ما نسمع واللي هو شعر المحاورة، طبعا أنا كنت أسمع محاورة وأسمع نظم لكن قليل النظم، لكن أكثر شيء نسمع محاورة سواء في الاحتفالات أو في المجالس دائما نسمع المحاورة، فهذا السبب اللي خلانا أكثر شيء نكون في شعر المحاورة. أي نعم. حلو. يعطيك العافية أكيد شاعرنا منورنا اليوم وأكيد نبغي نستمتع وياك أيضا بأطيب الأبيات العذبة اللي ألفتها، يا ريت تسمعنا شيء منها. طيب فيه طبعا من الأبيات في أول قصيدة كتبتها. نعم. أيوة. أول قصيدة كتبتها يقول اللي هي يقول يا صاحبي يا عزيز النفس يا غالي. السلام. أنا بعدها انطلقنا لشعر النظم وبدينا نكتب من قصائد النظم. يقول يا صاحبي يا عزيز النفس يا غالي. بالله ويش السواها اللي مسويها. ما انته بداري عن علوم عن البالي وتولع النار وشوية تطفيها. يا صاحبي يا عزيز النفس يا غالي. بالله ويش السواها اللي مسويها. ما انته بداري عن علوم على البالي وتولع النار وشوية تطفيها. ومن أجلك تعبت كل الحالة والمالي والعلة اللي معاك أزريت أداويها. من يوم ما أصبحت يا ابن الناس محتالي وتسرح علوم وعلومنا تضويها. والظاهر انك تسمع قيل وقالي ولا غيرك غير ناس تستمع فيها ولا غيرك غير ناس تستمع فيها. ومع السلامة وعندي ديرتك رحالي كأنك جميع البشر ودك تعنيها. تعنيها ايه. انا دائما في القصائد طبعا يطلبون مني اكثر شيء اني القيها صوت اكثر من القاء طبعا. نعم. اي نعم ما شاء الله عليك. الله يسعدكم الله. بالتالي بما أنك فتحت هذا الموضوع سلمان، ما مدى أهمية بالفعل طريقة إلقاء الشاعر للشعر وأيضا القصيد كيف تؤثر على المتلقي وعلى الحضور والمستمع؟ أكيد لها تأثير كبير. فالشعراء لديهم مميزات في شعراء حتى في إلقائه، مثل إلقاء الإعلامي اللي يختارونه في الإعلام أن يكون صحيح. مذيع ويلقي كلامه يكون أسلوبه جيد، يكون صوت واضح في مخارج الحروف. فالإلقاء له دور من ناحية هذه، والصوت إضافة للشاعر. إذا كان الشاعر عنده صوت جميل فهذا إضافة له أنه الناس تسمع له أكثر من الإلقاء. نعم صحيح. الله يسعدكم. يعطيك العافية أكيد. الله يعافيك. طيب سلمان، إلى أي مدى يعني يسهم حقيقة الإلقاء خلنا نقول في الأمسيات الشعرية اليوم؟ يوم أسجل أنا فيديو مثلا أو هذا يوصل، نحن اللي نشوفه يوصل لكثير من المتابعين والمشاهدين. صحيح. وبدرجة كبيرة. صحيح. لا بعكس الأداء اللي يقدم في الأمسية الشعرية.
ما نشوف هناك فوارق كثيرة. برأيك وين المشكلة؟ وين الخلل؟ هل المشكلة في 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 أداء الشاعر في الأمسية بأنه يفرق عن أدائه في خلال تصوير فيديو، أو في سبب آخر ممكن نحن نجهله وأنت تعرفه؟ أنت تقصد يعني إنه الشاعر مثلاً يكون يعني يكون في في في, في الأمسية إلقاء في الأمسية، وكذلك يعني إلقاء في يختلف الإلقاء فعلاً في الصوت، يكون في استوديو أو في مكان بما معنى الصوت معين. حتى الإلقاء، حتى الإلقاء أي. يكون الإلقاء في في الأمسية الشعرية يفرق عن وايد نلاحظ أي. يفرق عن الإلقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح، لأنه ممكن يعني الأمسية الشعرية يكون فيها حضور جمهور، ممكن له تأثير في حضور الجمهور بعض الشعراء، ممكن يعني في عدة مسببات، لكن إذا كان خارج أمام الشاشة زي التواصل الاجتماعي يكون إلقاء أفضل، بسبب أنه يجهز ويتكلم يعني قدام الشاشة، يكون جاهز، فهذا يكون جاهز للإلقاء أفضل من أنه يكون أمام الناس يعني في في إلقاء للقصيدة في أمسية شعرية. فهذه هي وجهات نظر. سلمان، الحين راح نروح معاك لفقرة اسمها الصندوق الأبيض، فيها ثلاث أسئلة. راح تجاوب على ثلاث أسئلة بشكل سريع. طيب. وتجاوب بكل جرأة وبكل صراحة. جاهز؟ طيب، حلو، يعطيك العافية. الله يسعدك. مشاهدينا راح نروح معاكم لفقرة مميزة، فقرة الصندوق الأبيض. جاهز صح؟ نعم. يلا علي نبتدي؟ يلا بسم الله. السؤال الأول علي، تفضل. يلا بسم الله. بسم الله. طيب سلمان، راح أذكر لك اسم أو أسماء شخصيات شعرية. نعم. أوصف شعرهم في كلمة. بطل المظلوم. اهتم بالكلمة الإماراتية. رشيد الزلامي. شاعر حكمة. بدوي الوقداني. بدوي الوقداني شاعر لا يشق له قبر. يا سلام عليك، ما شاء الله عليك، سريع، سريع جدا. نفس ما قلنا له، سريع. الله يسعدك. الحين دورك يا زينب. يلا السؤال الثاني علي، مستعد سلمان؟ اي نعم. يلا، شو هو السبب وراء عدم تفعيلك لمنصات التواصل الاجتماعي مقارنة بالمعارف الكثيرة اللي عندك؟ التواصل الاجتماعي يحتاج له شخص ما يكون عنده ارتباطات، أي عمل أي إن كان، حتى سواء في التواصل الاجتماعي وغيره يحتاج الوقت، لازم الوقت هو السبب وراء عدم التفعيل للمنصات التواصل الاجتماعي. ممكن ارتباط مع العائلة، ارتباط مع العمل، يعني تفضل قضاء الوقت مع الأهل والعائلة أكثر من أي نعم على مواقع التواصل ضروري الاجتماعي. ضروري يعني يكون، أو نشاطات تجارية، فممكن هذا السبب. صحيح. اللي وراء عدم كل واحد حجر حسب حاجته. أي أي نعم فعلا. نعم. السؤال الثالث والأخير. يلا تفضل. نعم. سلمان، السؤال الثالث وعلى عجالة. طيب. ما هو السبب وراء عدم إصدارك لديوانك الشعري الخاص بك، كونك في هذا المجال منذ أكثر من 20 سنة؟ سبب عدم ما كان يعني لدي اهتمام انه انا اصدر ديوان، لكن هذه الفكره موجوده عندي، مطروح اني باذن الله انها تكون في المستقبل، انه نجمع الشعر ويكون له ديوان شعري باذن الله، ونهديه لكم ان شاء الله. نتمنى طبعا كل امنياتنا هنا في استوديو الجيره بان نرى لك ان شاء الله ديوان قريب باذن الله. باذن الله. الشعر سلمان البقيلي، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا وتلبية الدعوة. الله يشرفنا بك. الله يسعدكم. النور نوركم. الله يسعدكم. وحنا تشرفنا فيكم أكثر. الله يسلم. وهذا من كرمكم. الله يسلمك. الله يسعدكم. الله يسلمك. الله يعافيكم. نعم مشاهدينا الكرام، فاصل وسنواصل، انتظرونا. حياكم الله معنا مشاهدينا من جديد، وما زلنا مكملين وياكم فقرات برنامج استديو الفجيرة، والحين بروح معاكم لفقرتنا المميزة حديث الفجيرة. نعم مشاهدينا، من باب حرص الحكومة الرشيدة على توعية الأسر
والعائلات تم تنفيذ مبادرة النبض السبراني للمرأة والأسرة، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. نعم مشاهدينا، ومن بين هذه البرامج والفعاليات هذه المبادرة، وحيث أيضا تم تنظيم ورشة بعنوان التوعية السبرانية لفئة الأسر والعائلات، وذلك بالتعاون ما بين مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بهدف تعزيز الوعي السبراني في المجتمع. صحيح زينب، وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن هذه الورشة نستضيف اليوم في فقرة حديث الفجيرة الدكتورة عائشة سالم الصريدي، وهي رئيس قسم الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالفجيرة، ولكن بعدها مشاهدة هذا التقرير معكم فلنشاهد. تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أطلق الاتحاد النسائي العام مبادرة النبض السبراني الدفعة الثانية بالتعاون مع مجلس الأمن السبراني وبرنامج خليفة للتمكين أقدر، وتم تدريب 129 متدربة، وتستهدف المبادرة لنشر الوعي لأكثر من 300 ألف مستفيد. تهدف مبادرة النبض السبراني تعزيز مشاركة المرأة في مجال الأمن السبراني وتشكيل الفرق من الكوادر النسائية السبرانية المختصة وتعزيز التوعية الرقمية والتوجيه الآمن لاستخدام التقنيات بطريقة إيجابية ونشر الثقافة المسؤولية المجتمعية في فضاء الرقمي. اليوم إن شاء الله متواجدين نحن في مجلس الحلا في الفجيرة لنشر الوعي لكبار المواطنات، ونشكر وزارة الصحة وتنمية المجتمع لتنظيم هذه المبادرة اليوم، مبادرة النبض السبراني، ولهم جزيل الشكر. أنشأت تلك المجالس لتكون حلقة توصل بين المجتمع، بحيث أن هذه المناطق تكون بعيدة فإحنا نكون أقرب لهم، من حيث أن نقدر نسوي ورش برامج صيفية خاصة، إحنا مقبلين على الصيف، فراح تكون عندنا برامج متعددة مع جهات مثل مؤسسة فجيرة للموارد الطبيعية وغيرها من المؤسسات، وأيضا تقام عدة فعاليات أيضا من قبل المجتمع، وفي منها تكون خاصة مثل حفلات التخرج وعقد القران، وأيضا هناك العزاء يكون بالمجان للمجتمع. في الجبال يعني ما نتجمع ولا أول ولا تالي، بس الحمد لله الحين حطوا لنا هذه المجالس واجتمعوا فيها أيام العيد، أيام العزاء، أيام يعني مناسبات ومحاضرات، تينا مع شيوخنا من الفييرة من أي مكان من أبوظبي، اجتمعنا في هذا المجلس، حطينا لهم على التليفونات ويونا ما قصروا الحمد لله، والرعاية أي شيء الحمد لله ما قصروا في حقنا، الله يطول عمرهم بس ويقول عمرهم طوال إن شاء الله. مشاهدينا، تفاصيل أكثر رح نتعرف عليها عن هذا الملتقى وهذه الورشة أيضا مع الدكتورة عائشة سالم الصريدي، رئيس قسم الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المكتب التمثيلي لوزارة الصحة وقاية المجتمع بإمارة الفجيرة. مساك الله بالخير دكتورة. مساكم الله بالصحة والسعادة إن شاء الله. نورتينا. الله يسلمكم. الله يسلمكم. دكتورة، بداية الخير نتحدث عن أهداف مبادرة نبض السبراني للمرأة وأيضا للأسرة. نعم، بداية بس حاب أعرف أن هذه المبادرة هي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة أم الإمارات، الله يحفظها يا رب. وبتعاون بين الاتحاد النسائي العام والمجلس الأمن السيبراني ومبادرة أقدر، حيث تم تدريب مجموعة من الموظفات على مستوى الحكومات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات. هذين الموظفين بعد ما تم تدريبهم مفروض كل متدرب التحق بهذا البرنامج يدرب حسب الجهة اللي يعمل بها 2000 شخص، والهدف من هذا الموضوع هو نشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع. نعم نعم. دكتورة عائشة، خلينا شوي نسلط الضوء على دور وزارة الصحة ووقاية المجتمع على هذه أو في هذه المبادرة.
نعم. نحن أعضاء في أو أحد المنتسبين لهذا البرنامج، وبعد ما أخذنا التعليم والتدريب اللازم الحين مفترض نوائم المادة هذه ويا توجهاتنا وخططنا الاستراتيجية في وزارة الصحة، وبخاصة فيما يدعم جودة الحياة وتوعية والصحة النفسية المرتبطة بالأمن السيبراني. ولهذا السبب نحن تعاوننا مع مؤسسة رفجيرة لتنمية المناطق، نعم، بحيث أن نطلق أولى مبادراتنا من المجالس المجتمعية. اليوم نحن نسير لأهلنا في أماكن تواجدهم، وكانت أولى محطاتنا في مجلس الحلا. نعم، مجلس الحلا. يعطيكم العافية. نعم. طيب دكتورة، لو نسلط الضوء أيضا على أهم المحاور الخاصة بالورشة التوعوية السيبرانية للأسر وأيضا للعائلات. نعم، بداية نحن كان عندنا تعريف حول الأمن السيبراني كمصطلح، بحيث أن المصطلح يكون قريب للناس اللي موجودة، وفيما بعد أهم المخاطر السيبرانية اللي تعرض لها أو صارت في دولة الإمارات خلال الفترة السابقة. ويمكن نحن وعينا الجمهور أن تقريبا 700 مليون هي قيمة الخسائر اللي تكبدتها الدولة من المخاطر السيبرانية. نعم، فمثل هذه المعلومات توصل للمجتمع بصورة جدا بسيطة. صحيح. وبعض الأمثلة للمخاطر السيبرانية اللي ممكن يتعرض لها الشخص. نعم، وبخاصة مع الاستخدام الإلكتروني وسائل التواصل الاجتماعي، الألعاب الإلكترونية اللي قاعد عليها مثلا عيالهم، فهذه من ضمن الأشياء فعليا. نعم دكتورة، فيما يخص هذه الورشة تحديدا، يعني تم عمل أيضا أنشطة مرتبطة بهذه الورشة، يا ريت نتكلم عن جانب الأنشطة هذه. نعم، نحن تعاوننا مع مؤسسة رفجيرة لتنمية المناطق، ودورنا نحن كوزارة الصحة في نشر الوعي الصحي في المجتمع. صاحب الورشة فعاليات أخرى كانت بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في وزارة الصحة، من ضمنهم بعض العيادات الخاصة والقطاع الحكومي كان موجود يعني يعرف بخدمات الصحية اللي يقدمها. هذه عبارة عن فعاليات مصاحبة للورشة. نعم، رائع. يعني دكتورة عائشة ذكرتي مسبقا أكيد من الضروري نشر الوعي والتوعية السيبرانية وأيضا بالمشاكل أو الجرائم الإلكترونية اللي تحدث، بالتالي شو هي الآلية المتبعة اللي اتبعتوها لنشر الوعي السيبراني بشكل كبير بين أفراد وفئات المجتمع؟ نعم، نحن خلال الورشة هاي عرفنا بالوسائل اللي ممكن الشخص يتواصل لها. يعني مثلا اليوم على مستوى الدولة عندنا اي كرايم، هذه الجرائم الإلكترونية. نعم، الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي ممكن الواحد يتواصل وياها ويبلغ عن اي جرائم إلكترونية. في مثلا عندنا امان، وفي عندنا عدة وسائل ممكن الشخص يتواصل وياها في حال تعرض لمثل هاي. وفي ابسط شيء ممكن اذا حس انه في سحب مبالغ من حسابه البنكي يتصل مباشرة بالبنك ويوقف في البطاقة مثلا. نعم، فهذه بعض الوسائل اللي نحن وعينا فيها المجتمع. صحيح، إرشادات وتوعية أيضا. بالضبط. نعم، هي. طيب هل سيكون هناك ورش توعوية أيضا لفئات مجتمعية أخرى؟ نعم. متى سيكون ذلك؟ نعم، نحن حقيقة فريق عمل في الوزارة حاليا متواجد، في فريق عمل مركز على فئة الطلاب وفئة الشباب. نحن كان تركيزنا على فئة في المجالس، كون كبار المواطنين موجودين في هذه المجالس. نعم. فنحن مستهدفين فئات مختلفة، وفي فريق عمل، كل فريق عمل مختص بفئة معينة. بفئة معينة بالضبط. نعم، صحيح. دكتورة عائشة، الجهات اللي كانت مشاركة وداعمة لكم في هذه المبادرات وهذه الملتقيات التوعوية؟ نعم، نحن كانت ويانا بعض الجهات الحكومية، ومنها وزارة تنمية المجتمع، عرفوا بخدماتهم اللي قدموها في متمثلين في مركز دبي بالخدمات اللي قدموها، وأي خطر سيبراني ممكن يتعرض له الشخص. ممكن يجيه موظف بصفته موظف لوزارة تنمية المجتمع ويطلب منه بيانات. صح. فبعض الإرشادات كانت من وزارة تنمية المجتمع. نعم، كانوا كشركاء موجودين ويانا متمثلين في مركز دبي، كذلك القطاع الخاص كان موجود ويانا. اليوم دورنا كوقاية للمجتمع، فكان ويانا مركز الفلاح الطبي، وكان عندنا مركز نيوتريشن التوعية بضرورة اتباع نمط الحياة الصحي.
كشيء داعم لنا في الورشة هاي اللي قدمناها. نعم. يعطيكم العافية أكيد دكتورة عايشة على هذه الجهود المبذولة لنشر الوعي والتوعية بمخاطر السيبرانية وأيضا الجرائم الإلكترونية. كل الشكر لك الدكتورة سالم، الدكتورة عفوا عايشة سالم الصريدي، رئيس قسم الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المكتب التمثيلي لوزارة الصحة وقاية المجتمع. شكرا لك دكتورة ويعطيك العافية. ربي يحفظكم إن شاء الله، وأنتم شركاء ويانا في نشر الوعي السيبراني، جزاكم الله خير. شكرا دكتورة، شرفتينا، الله يحفظك. أول في عمرك. الله يسلمك. وصلنا للختام. أكيد نعم. مشاهدينا وصلنا لنهاية مشوارنا ونهاية فقراتنا في برنامجكم المسائي المتميز استديو الفجيرة، اترينا كل ليلة الساعة 9 المساء. دمتم بحفظ الله ورعايته، يعطيك العافية علي. يعافي جزينا بيعطيك العافية أيضا أنت. نعم مشاهدينا وصلنا معكم للمحطة الأخيرة من حلقتنا لهذه الليلة، أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير، نلقاكم غدا في نفس الموعد، انتظرونا ودمتم بخير.